في رؤيه مستقبليه هي بصراحه. وبشكر طبعا الدكتور محمود سعد بصراحه بيعمل شغل كويس جدا وعامل جداول لغايه سنه 2024. الكلام ده سنوات قدام. سنوات قدام ده شكل كويس يخليك انت تقدر تشتغل. بس يا رب ان يعني ما يتغيرش الاتحاد فيجي يتغير كل المنظومه، لان انت بتبني على الـ على الـ ده على الامور. حتى لو حدث تغيير لازم اللي جاي بعدي بيكمل على الشغل اللي انا يعني ابتديته، يعني عشان ما ابداش من اول وجديد. لا بصراحه الدكتور محمود عمل شغل كبير وعمل نظام شكله كويس وعمل يعني رؤيه لسنه 24. نتمنى ان هي تفضل نكمل عليها بشكل. ده الجواب اللي معانا وانت بتتكلم عن ده شكل المسابقات السنه الجايه كابتن خالد. يعني السنه الجايه هيبقى بطولات الجمهوريه مواليد 99 2001 2003 2006 زي ما احنا شايفين، زي ما حضرتك بتقول. صحيح. 25 لاعب 25 لاعب 30 لاعب 30 لاعب. صحيح. وايضا البراعم اللي هيبتدوا من 2011 و2010 و2009 و2008 و2007، وده يعني تقليل عدد اللاعبين او تقليص عدد اللاعبين. ده اول سنه يحصل الكلام ده بالنسبه للفرق البراعم. كانت القيد مفتوح، فكنت بالتالي انت بتأيد بعدد اعداد كبيره جدا. السنه دي ابتدوا يعني الفكره ان انا لا خلاص اقل الاعداد عشان الاولاد ياخدوا امكانيات احسن وياخدوا شغل اكتر ويبقى العدد جوه الملعب بشكل اهدى. الكلام ده كله طبعا يعني انا شايف ان هي بدايه للاصلاح. بدايه للاصلاح ان انت يبقى عندك مجموعه من اللاعبين تقدر ان انت تشتغل عليهم بشكل كويس جدا. نتمنى ان هو ما يتغيرش. طبعا الاعداد فيها كلام، طبعا في ناس كانت عايزه الاعداد تكبر اكبر من كده شويه، فرق المسابقات كانت عايزه تكبر اكتر من كده شويه. طبعا ده كلام ونقاش كان داير في الفتره الاخيره. احنا برضو في الاول والاخر احنا بنشتغل على نظام، اتحاد الكره هو اللي بيدير المسابقه، بنتناقش ولما بنوصل للنظام اللي حطه اتحاد الكره احنا بنلتزم بيه، اول ناس نلتزم بالنظام اللي حطه اتحاد الكره ونساند ونساعد ان المسابقه تمشي بانتظام بشكل كويس جدا وتنجح. هدفنا ان احنا كل النادي الاهلي ان المسابقات تنجح، المسابقات تكمل بشكل محترم، المسابقات تتنظم بشكل محترم، واحنا ماشيين في النظام تمام.